ناصر الوهيب، توصل العطار الى زكريا، زكريا الى سانك بير، بير فارسي توصل الى سانك بير، بيحاول يضغط فريق النصر في ملعب نادي الشباب لاضعاف فرصه البناء. شايف احمد عبد الكريم يعطي الافضليه للضغط على حامل الكره، لكن بتمر الكره مع سيزار والاحتفاظ السليم الى سليم مادو، وزكريا بيتابع الى ناحيه اليسار عبد الله البادر، البادر كره معاه بينقلها ناحيه اليسار الى العطار الى نداي المتقدم من جهه اليسار، والمحاوله والقراءه والارجاع الى مرحله التحضير عمر ابو حمد، البادر كره معاه بيرجعها الى عمر ابو حمد الى البادر، البادر بيهيئ، البادر ممكن يكون فيها خطور الان، سليم مادو والفارسي على المرمى، الله قراءة في اللحظة الأخيرة محمد الحسنان حارس مرمى نادي النصر وأيضا مقطوعة، والفارسي بيتابعها إلى البذر ممكن يشوت، لكن التغطية تضعف الفرصة، وقاسم الزين يبعدها إلى أبو حمد ليتابعها سليم.